طب ليه انت ما شفتش نزلي زي ما شفت تابو بالفرنك؟ يعني مش انت شفت مهاجم بمدى كبير 100 درجه؟ هنا ليه شفت 60؟ في النوز. النوز ده بيعمل ايه؟ يحجب مين؟ هنا ما فيش حاجه يا جماعه، هنا انت ما جاي هو يبقى ايه؟ بواسطه. هنا يبقى ليا هنا يبقى مين بالنوز؟ طيب نيجي نشوف فوق مثلا ابورد، ابورد قال لك انت تشوف حوالي 55 درجه. طب ده هو قال لك حوالي مثلا 75 مثلا درجه او 80 مش فاكر. المهم طب ليه انت ما بتشوفش فوق كتير؟ لان اللي بيحمل رؤيه مين؟ الاي دراو، الاي دراو هو الحاجه. طب ليه ما بتشوفش تحت كتير برضه؟ لان مين اللي بيحمل رؤيه؟ الشيك. الشيك يعني هو الخد والحمر. طيب ده اللي شوفت تحت مين؟ وان مين؟ وان اي. ولكن هي رايت مثلا. طيب تعالوا كده معايا، دي الرايت اي اهي، وده الفيجوال فيلد بتاع مثلا الليفت اي. ماشي لون معين. ده الفيجوال فيلد بتاع مين؟ كان معايا بصوا معايا البلون الاسود ده كان الفيجوال فيلد بتاع مين؟ رايت اي. الازرق ليفت اي. بس هتحس ان الاثنين فيجوال فيلد في تداخل، التداخل ده بنسميه اوفرلاب. يعني في جزء من الفيجوال فيلد بتاع العين اليمين ها متداخل مع مين؟ مع الفيجوال فيلد بتاع العين اليمين ها؟ اللي هو سواء بالاخضر. انا عايز بقى الفيجوال تيت اللي هو الكومن. كومن يعني ايه؟ يعني مشترك ما بين السيما ما بين الفيجوال تيت بتاع الرايت اي ومين؟ اللي هو اللي انا عامله بقى. خلي بالك خلي بالك لما اقول لك مثلا مونوكولار فيجوال تيت معناه الاوبجكت الشيء اللي يبقى هنا ده اللي بنشوفه مين؟ بنشوفه عين واحده. بنشوفه مين؟ بيعمل صوره فين؟ في عين مين؟ واحده. لان هو مولاده لا عين مين؟ عين ثانيه يا جماعه. طب انا لما اعمل اللي هو الباينوكلر قال لك والله الاوبجكت الاوبجكت ممكن ايه؟ ممكن اشوفها الاوبجكت ممكن يعمل اثنين ايمج يعني صورتين صوره كل رتم. الشيء ده يا جماعه ممكن تراميها العين اللي هي الشمال اليسار والشيء ده ممكن يشبه مين؟ لان الاوبجكت واقع في منطقه مشتركه ما بين مين؟ طيب ولكن برضه الباينوكلر فيجوال فيلد ممكن شيء يا جماعه يربط مينها؟ بعين واحده. يكون مونوكولر بيقرب عين واحده. طيب لما يكون باينوكولر ممكن يتشاف شبه العين او يقع على تو ريتني ريتني يعني شبه او ممكن يقع على مين؟ على شبه. طيب الجزء اللي قلنا المشترك اللي انا عامل بينهم مين؟ الاخضر. يبقى هنا في جزئيه هنا يا جماعه لا الشيء لا يروح هناك الا بالعين اليمنى والشيء هنا لا يروح الا بالعين اليسرى. العرض يا جماعه العرض اللي هو الهوريزونتال بتاع الهوريزونتال ده مين؟ فيرتيكال. هنا هوريزونتال بشوف 60 90 ناحيه دي مين؟ 60 ناحيه دي فرق حوالي 30 او 100 وهنا 60 فيرتيكال بشوف ابورد 55 درجه تحت 75. طب ايه رايكم لو انا بشوف بعناية الجديد؟ بشوف بعناية الجديد الهورزنتال دايمنشن ده اللي هو الاتجاه اللي هو الافق ده هيبقى كام؟ يعني انت هنا بافق زي الافق هورزنتال بتشوف مثلا بلاش ال 90 100 زي دي ها 160 يبقى 160 يعني العرض ده كام؟ 160 ده لما اشوف مين؟ العين واحدة.
لما اشوف بعينيا الاثنين هيبقوا كام؟ هيبقوا 160 برضه ولا اكتر؟ انت فاهم حاجه؟ انا الفيجوال ثينج بتاع 1 ار العرض بتاعه ده قلنا 160 160 طب انا بشوف بعينيا الاثنين هل هيبقوا 160 ولا 160 ده 160؟ 160 160 ده 160 شوف ولا انت فاهم حاجه؟ احنا مش كده جداجات اي حاجه فيها رياضه فيها فيزياء نبعد يعني ما احنا طب الطب يا جماعه قلنا اسفل طب اسفل طب هي طب 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 الرص معايا تخيل ده هعمل لهم ايه؟ الاسود ده اللي هو الفيزياء بتاع ورقه ماشي هنا كام؟ الباقي هنا كام؟ 60 صح؟ طيب اين على الفيجوال اللي هو اللازم اللازم الفيجوال كيك بتاعه هنلاقي ان هذه كام؟ 100 طب هنا كام؟ 60 هنا في الفيديو يا جماعه فهمت حاجه؟ ال 60 اللي هنا ثلاث معنى انا مش هقولها لحد يبقى اذا الاتجاه الهورزونتال ده ليس 160 زائد 160 هذا 160 يبقى بدل ما العرض يا جماعه 160 هيبقى العرض ايه؟ 200 ودي فايده يا جماعه فايده ان انا بشوف بعنايه الاثنين عم بشوف بيها بعين واحد ايه الميزه بقى؟ المجال هو هيبقى ايه؟ افضل مجال الروايه واضحه الاثنين ولا لسه مش واضحه؟ فين في يورو دلوقتي؟ يا جماعه هنا في 60 يا جماعه في 60 ناحيه 60 دول بيدوروا دول بيدوروا مع بعض ما اعرفش اجمعهم انا يبقى مهما واضحه ولا معلش مش اسف واضحه؟ واضحه هيبقى ايه؟ يبقى العرض ده بدل 160 هنا 200 واضحه؟ ما عليك في الدور ما تبقاش مش معلش نيجي بقى مين؟ نيجي للبايلوجرافي موضوع بقى مهم ومش عارف